قلبتهم كان حيل تموت ما بيع. قلبتهم كان حيل تموت. كبيرة في فيزياء وشي كيمياء، واللي خذات الدخيل الاولاني منصفة بها هي وزوجها، لكن منصفة هما الاثنين مع شخص اخر، ولو دازيام دخيل ما بين خذاته حبها، معناها اللي هي ديستيني تاعو، وهي تولدت كيما اليوم 1867، مش بعيد في الجزائر عن جيراننا، تنقص النهار هذا في العالم كله عنده، معناها في الجزائر عنده خيامنا كيما اليوم عام 1913. مشيت ولد كاتب فرنسي الاصل جزائري المولد كبير برشا، ان غران رومانسيي، شكون؟ لو غران البير كامو، تولد 7 نوفمبر كيما اليوم عام 1913. من الحداثة الطريفة اللي صارت كيما اليوم هو انه مش يقع لاول مره في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه واخر مره انتخاب رئيس للمره الرابعه. امريكا دو موندا، فرانكلين روزفلت كيما اليوم عام 1944 مش يقع انتخابه للمره الرابعه على راس الولايات المتحده الامريكيه، ومش موت شهر قليلا بعد خاطر الحرب العالميه وكذا، وكان عنده مواقف كبيره، هو رجل عظيم. الوغ مش يتميز فرانكلين روزفلت بانه الوحيد حتى لتو في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه قعد اربع كات موندا سكسيسيف، مش غريب علينا احنا مستانسين، احنا عارفين بس لو خلينا في الجزائر اي لو خلينا في الجزائر يقعدوا معنا ما عندهمش مشكله، انتخابات يقعدوا. فحاجة مش غريبة عنا، لكن الحاجة الطريفة جدا والغريبة والفريدة من نوعها كذلك في فرانكلين روزفلت اللي كان مقعد أول مرة في التاريخ رئيس مقعد، شنو كان في كاروسا ومات قبل ما هو خلاص هو شهر قليلة بعد 45 خمسة شهور من بعد كان الرئيس لونيك إلو منتخب، وهو عاجز لأن الرئيس يستوجب فيه أنه يكون تامم جسمه، معناه تامم ساعات بعقله مش تامم الله غالب، أما جسمه يزمه يكون تامم. مش مسموح بها، أما صعيب مش معناها أصعب مش حتى ناخذ بيزيب الألوميوم معناها، أما التخلف الثاني حتى ساعات حتى يظهر لك هو مليح وتلقاه هو دوني بعض هو مسكين الله غلب عليه، لكن على الأقل فرانكلين روزفلت كان فريد من نوعه باعتبار أنه كما قلنا أكاد خمان دو سويت، لكن في نفس الوقت كان مشلول كان رئيس كبير ورئيس عظيم كما اليوم انتخابه للمرة الرابعة كانت كيما الشهر هذا. بالنسبة صراحة هو تحدى مرة الشلال نتاعو تحدى مرة الشلال نتاعو تحدى شهور قدامنا كان جيش أمريكي قالوا راهو ما عندناش إمكانيات ونوصلوا، هو حاول يقف قالوا راهو اليابان يهجمونا شاهين في شيكاغو يهجمونا مشيت في كاليفورنيا كله، هو قال لهم هو وقف قالوا كيف كان أنا نجم نقف أنتم تنجموا تدافعوا. هو كان شخصية غريبة جدا داير يقولوا أن الباب بول سيس قداس البابا بولس السادس كان يقول لو كان جا كاثوليك جو لوغي كانونيزي، كان جا مسيحي كاثوليكي بروتستان كان جا انجليكان، هو قال يقول كان جا مسيحي كاثوليكي راني قدست راني رديته مقدس سوغي با سان مي كانونيزي يكون في رتبة المقدسين باعتبار انه يعتبر يرى فيه حاجة شخصية غريبة جدا. كيف كيما اليوم 7 نوفمبر 1983 باش تصير حادثة أخرى في الجزائر فريدة من نوعها، أول مرة منذ الاستقلال الجزائر 1962 رئيس جزائري يمشي لفرنسا، كانوا مقاطعين زيارة فرنسا، شادي بن جديد كيما اليوم عمل زيارة
1983 عمل زيارة إلى فرنسا وطلب أن الفرنسيس يطلبوا الاعتذار من الشعب الجزائري على ما عمله. ونزي أقرب أقرب برشا 2012 كيف كيما اليوم 346 غراند إلكتور انتخبوا الرجل الأول في العالم أي أوباما للمدة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. فالنهار هذا انتي بلاياج معناها برشا أحداث أخرين، لكن باش تشوفوا أن النهار معناها احنا ديما كي تقول 7 نوفمبر ديما يجي بالنا 7 نوفمبر 87، لكن بالفعل تقالت دو دات فما 87 و 1911، وبالنسبة لنا الهامة جدا هي 1911، خاطر أول حاجة تاريخ معروف ومش معروف، خطرة مهمة جدا، حادثة مهمة جدا، وتهمني أنا شخصيا كمن سكان مدينة تونس لأنها تعني مدينة تونس بالتحديد. شو اللي صار؟ صار دخل الاحتلال الفرنساوي لتونس. تعرف الفرنسيس كي دخلوا على طريق الجزائر من ناحية وديبارتمون من جهة نزار من ناحية أخرى، وحتى ينخلطوا بشوية بشوية، حتى خلطوا من 12 مايو 18 مايو 80 البارد، ومش دخلوا القصار الصعيد وحاطوا بالبي مش يصحح المعاهدة نتاع قصار الصعيد تبعته مشهورة. بين قوسين للعلم مسيح حبيب كان يقول لنا كانوا البي يستقبل يستنى فيهم بالهلال، ومعناها كانوا يقبلوا بالموسيقى معناها والفرحات، وصحح المعاهدة. حنعرف اللي قعدوا 11 ساعة هما يمخذوا فيه، 11 ساعة هما يمرجوا في الكبدة نتاعو، هو راجل كبير مليء بالدم. وهو استشار ولم الحكومة نتاعو وزراء الجنوب نجم يكونوا وحده واستشارهم، ثم بعث دو تيليجرام لاسطنبول اللي ما خلطوش، او قالوا ستلاتراك ما خلطونيش اسماعيل، قالوا لاتراك ما خلطونيش، هو اسماعيل في بالو مقبل الحكايه. وبالفعل معناها وفي الاخر صححت المعادله هذيك بعد ما صارت كلمه يقولوا في العائله الحسينيه، يقولوا ان من جمل معناها فما زوز من الناس في الحكومه ومره في الحريم هما اللي عارفوا، زوز من الناس في الحكومه اللي هما الجنرال عربي زروق شيخ المدينه هو الوزير المستشار ومدير المدرسه السبقي، ووزير الحرب احمد زروق. ما يقولوهاش خاطر احمد زروق سي الحبيب كان يسير بغير فتريك من عام الشر، لانه هو اللي بيلك الساحل وقت ثوره الساحل قبل ما يولي وزير الحرب. هذوما الاثنين في الحكومه اللي عارفوا قالوا معارضهم شي فاهم قالوا له لا. ومراه تدخل هو يرتاح شويه وكل شيء استجداروا به نساء سيد مش فما شنو. واحده من المحظيات نتاعو للامير اللي ما عادش تقول ارمله الملوك الحسينيين للقمر الامير للقمر، قال لها اش بيكم سي شنو شنو، قال لهم راه هكا وهكا شنو، قالت له ما تصححش ما تصححش. قال لها يا قمر راه هدوني يرضيك تتخض بلحيتي بدمي. قالت له هي كلمه قالت لها في التاريخ، دمك ولا دم التوانسه رغم اللي مش تونسيه، المملوكه كما تعرف العلجيه جايبها من بار اسطنبول. مع هذا صحح المعاهده في 12 مايو. لكن كي دخلوا الجيوش الفرنسويه تونس العاصمه، التوانسه اكتفاهم باش يسكروا خوانتهم والتزموا الحيل، التزموا ابوليتيك، التزموا ديارهم، قعدوا. بينما نعرفوا اللي مدن اخرى مش يجيو ويجوا، صفاقس ضربت بالبومبا وصورها دقدق، القروان اهلها مشوا على الجثث نتاعهم، بنزرت كيف كيف، باجا كيف كيف، معنى العديد مدن انتفضت. وما نحكيش على السود، ما نحكيش على الجنوب التونسي اللي معنى هما بيدوا الفرنسيس بعد باش يحرقهم فيه وبعدش باش يعينوا منطقة عسكرية. مدينة تونس قعدنا نستنى، دخلنا لدويراتنا، صلحنا بيباتنا وقعدنا نغصر يا عالم اش مش يصير. كيرينا الفرنسيس صح البي قعد موجود والدراب وباقي يذري وموزيكة البي في الصباح تقوم تضرب 8 و 5، يقولنا هم تبدلش حاجة كبيرة، ما حسيناش حاجة اللي تخوف بها. خرجي الأولاني حل حوين، خرجي الثاني حل حوين، ده رجعت الأمور لباس، هاي خلط لازنة، أمورنا قاعد ما لباس. إيه مش تقعد الأمور هكاكا،
حتى ال 85 18 85 أربع سنين من بعد. أربع سنين من بعد فرانسيس بده يشوفوا في الأمور ويبدوا عاد في الدوسيات ويصلحوا في الحاجات اللي ماهيش معقولة حسب رأيهم هما بالطبيعة. في مجرد الحاجات اللي مش معقولة لقاو أنه فما عندي معشى بنستخدمه مش أول حاجة الساعة لقاو أنه طريقة الدفن ما تقبلهاش الطريقة العصرية اللي موجودة في أوروبا باعتبار أنه ندفنه بالعجلة ما نثبتوش ساعات وما جيبوش طبيب نثبته في الشخص الذي مات وإلا ليه ومعنى نبيتوش المين والقاو كذلك أنه نتيجة الظروف معينة وحرارة الطقس وكذا فرضوا أن يتحط الجيف في القبر هذه حال به قلب توينسا به بيتوخ بيتو العزيب جات البيتة البيت بو ما يسيرلوش كما ما يسيرلوش كما ما يسيرش إن شاء الله كما واحد الله يرحمه طبعا قريب 20 سنة لتالي أنا واحد حبيبنا الله يذكره بالخير نسكن فينا الدرجة هنا يعني مش بعيدة دار علي فوق كل حوالي بخازة وعلي يركب الكيف المدينة زيز ورخام وبراطي وبنية مولة الدار من مرأة مرخنة هي أصلا قسنطينية تعرف قسنطينية يصير فيهم فخامة وبدية وردوات وزرابي ودنيا ترعب من حل كذا واعتبر أنها دار بالرقبة معنى بوصل دار تسحب معنى العلي فما كيل وصل دار مثقف بالشبابك والبيوت دايرة سايرة فاك وصل دار هذاك لكن المرأة بظهرها ماخذة جريدي تعرف جريدية ناس مقبلين وبهين ورسالة محلول برشا لكن المشكلة فيش في زوجها في حموها تكره حموها كره شديد بق تجمع تقولوا لي مش هي برك معنا برشا نسان يحبوش حموها فما موجود لكن هي تكره لي سبب بسيط السيد هذا يعيش في الجريد هو مصري الله يرحمه هو مصري للغاية معناها كي يجي لتونس مش يقضي شهره بالطبيعة في مش يسكن يقعد في دار ولده سلالوجيك دي شوف في الجريد داره قبل القلعة وصل دار عربي ما شيء وجريد في البلاد القديمة من البلاد العربي في مدينتهم وصل دار ما يفرشوش يبدأ تراب خاطر الدنيا سخونة كيف يفرشو يسخن بالشمس في النهار كذا يمشيوا عليه فكي تراب يسخنش كيما تسخن الجليز ولا بحار يخليه تراب عندهم عادة غريبة هي أنه كي يبدأ واحد راقب في الليل ومش يقوم لأن تحصر فماش علاش باش يشقوا صدر الكل يمشي حتى للدويريه في خير الدنيا مو الدنيا تراب يغش في باب البيت هذيك يقضي شهور ويرجع الراجل كي يجي لتونس هنا بسبب الكره هكا راهي نتاع كنتو يقضي يعمل سيد نفس الطريقه خير وسط دار الزيت والرخام وزرابي مفروشه تركب الكيف وموبيل يا عزيزه وغاليه ويخرج في باب البيت يعمل شهور ويرجع هي تكره كره شديد لكن ترجع مع حتى يحموها تعمل حتى شيء يعني ما تقولش نهار من النهارات جاي الراجل يقضي في شهور يرحموه مات عندها هنا هي تحبه برشا زاد مات عندها وحال شتاء جنبر عقاب ايامات الجنبر ايامات شتاء تقريبا 4-5 ايام القطره كلها ما صحاتش بالكل كلمني حفيده صاحبي قال لي روى عزيز وفاء وبالنسبه لك الله يرحمك شو عملوا قال لي روح حذيرة قلت له امك راهي في حالها قال لي ما نحكيلكش خاطر هي تحب الجريديه برشا وكملوا زدموا عليه وحافوا لابس من غاديكا باعتبار راجل مهم في بلاده معنى شخصيه جاي ومشي حاسب هيا مشيت وجمله الناس مشيوا دار عليه الفوق من اللي نعرف الدنيا من اللي تاع الدنيا عايشين في الوعي وجدود وكذا كبدا علي ومي تخرج من علي نخرجوا على السجاده لانه الدروج شفتوا لي الدروج عاده ايريغولير ما يدورش فنحطوا المي تاع السجاده نهبطوا فيها ونحطوا نعشوا ف جاي مش يخرجوه كذا قال جاب اللوحه يا ولدي ما يجيش على لوحة يا ولدي لوحة يا ولدي حشموا على الرعب قالوا لوحة هاي برا لوحة الله لا يردهم إن شاء الله هاي تبيعوا اللوحة حطوا الراجل فوق منها العزام مسكين وهبطين به اللي خذته يده الأولادية وساقه في الدروج الراجل هبط يتقرب حسن ما هفرد كان الشارع شد 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 شدوا الشارع خرج باب الدار محمول على فرتين شدوا الحيط من قبل هيا طبعا ولا كان فن ابيض ولا الوان الوان وهذا الراس وهذا الساقين وها مربوط حاسس يحط هذا اي حطيناه واحد قم كما اتفق وهزيناه للجنازه كيف من عاداتنا في تونس
أنه خاصة في مقبرة جلاس، يعني مقبرة خاصة منقورة في الصخر لأنه فيها برح حجر جبل، فعادة كيتحلق قبر وتبدأ شتى مرمي عليه خبال مش ما يكملش فيه الماء، ثم بتباع في الجليد غادي كتصب الماء من هنا قطرتين ساعة في العام صبوا من هنا وقالوا مشوا من هنا ماشي حتى دخلتنا لقاو الوقت سبيسي شكون بلاي في عز الشتاء مش هابت يلحقوا قالوا فرغوا شو تفرغ وقت الدنيا مبلوع حسبوا اش نعملوا نعملوا ما نعملوش باش قالوا ردوا ووضوا نعم وخرجوا مرة أخرى خلطت حليمة قاعدة وإحنا ربيناه كفرت ولا سلمت قالت ما بدش أنا وياها وجايني لينا جايني مش يقوم لي للماء أنا له هو بيته حسبوا مشكلة كبيرة وبيت في الأخر وبيتت شهية في الدار وبيتت البر ما عليناش فعلى حكاية اللي بيته الميت باش نثبتوا السيد ميت ولا فالفرنسيس هذي جبرونا عليها قلنا ما هذا دافعت البلاء مش مشكلة كبيرة لكن جاي الإشكال الآخر الكبير هو يرجع لنا أخبارنا لنهار 7 نوفمبر 1858 باش تنطلق أشغال ربط تونس بالمياه الصالحة للشراب جاء واحد انجينير فرنساوي دخل بين جلد وعظم محمد بي قال نصلحوا الحماية ونجيبوا مزغوال ونعملوا شركة ونجيبوا نبيعوا الماء يعني للناس في ديارهم يدخلوا الماء وندور دولاب يعني وقتها دولاب كل عادة مش جديد علينا نسمع سافرت فيكم حالة ولا خدنا خير الدين ليه مزي وقت خير الدين ما ولا شو زي أما قبل أنتي ما هو محمد ما شو اسمه الآخر محمود بن عياد والقائد ناسي مشمامة هزوا الخزنة وبيته ما صبحوا دي ما وقت مش علو أنا نصرفه فجستما في مثل هذا اليوم يعني سبعة يا أخوي ماذا تولي ذكرى بهذا السنة تاع السنة دي سبعة هي مش بعرف أما بديت الأشغال نتاع لها بيت هلا شو اللي صار تعملت شركة سوسيتا نتاع الماء تعملت أي جيوا للناس عرض عليهم قالوا تحبوش يدخلوا الماء للجار بعض مع الناس أكابر وأعيان بسيط دخلوا الماء قالوا شي يزم قالوا شي يزم قالوا يزمنا 27 فرنك أعطاهم 27 فرنك جابوا الاتيوطي وكل سبالة وري واحدة منجالة وكل شيء هاي أصدر هاي حال العام 1859 جات الفاتورة وقت كانوا خلصوا بالعام جات الفاتورة فيها 10 خروبة 10 قديش شي هي قالوا شو يخلص الماء لوين فهو الماء يتباع الماء اللي يتباع لا يتشري في العرفنا مش ما عادتنا نبيعوا الماء الماء ما يتباعش قالوا احنا ها خلص لك المنجيلة وكل الخيوط اللي جبدوهم وكل واحد وكل شيء اما الماء الاكسبلاتاسيون معنى بتاع الماء لسه ما احنا ما خلصوش كده ما تخلصش نفاد الكوب حزي كي 3-4-5 عيال صارت لنا الحكاية دي هزوا لحم شو البي طلعوا البارد يا سيدنا قالوا وقت السابق بي وظل مصيبة راو جاي يحبوا يخلصوا الماء شو تخلصوا الماء قالوا ما هم قالوا لا الماء لا يتباع لا يتشري لأنه وبيدو دولا كونسيبسيون تاع التوانسة كيما التوانسة الكل وقيد السوسيتا قيد الفلسفة قيد الفلسفة هاك الماء قعدوا باقي يستعملوا في الماء اللي عندهم الماء قعدوا يستعملوا فيه لا والله جدتهم البلدية بلدية الحاضرة كتعملت ألف في 30 أوت 1858 زادتهم على مرمتهم اللي عملت الحنفيات العمومية جاوا في كل حومة حطوا سبالة معناها قراش أكحل وفحام اسمه سخط الله معنى لا يزي بلاش لا يزي محبوش يخلص لا يزي يزيد يعطيه الماء يجري في السويرة أنا مصيبة زرقاء إيه في جانب فرنسيس 4 سنين بعد واحد نظم مرور شنو الريق قال ما تبيعش الماء لذلك في يتباع الماء وتخلصه التوانسة قال ما لدق وصوله بالبالة طوى معاش فعل مش يجتمعوا في حادثة تسمى حادث البقال فين يجتمعوا فين لو كارتي جينيرال حسب رايك زاوية دي محمد عامل سلطان الليل هو مولى المول تلمينا عنده الجماعة الكل تقول الجماعة الكل راهو ما يعنيش العامة كيف حالها ليه العامة ما يدخلوش في السياسة يقولوا لما مشيوا يمين مشيوا يمين مشيوا يسار مشيوا يسار النخبة معنى الناس اللي بعقولهم وذا راهو مش تجاوز مليكة سبق لما جاءك الرسالة انهم مسلمين وان بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعلوا علي وقتل المسلمين
ما وقفوا الشباك قال تجري وليوه راهو جابوا وبداوا عاد جابوا عشريه وجابوا ليه ليه. قالت يا ايها الملأ افتوني في امري. والملأ في اللغه العربيه لا يفوت العشره. هذاك الملأ معناها لي كونسيي لما تسي كونسيي الناس اللي معقوله. قالت افتوني في امري. اللي قال لها راه احنا عندنا جيش عرمرم ورادس علينا, واللي قال لها احنا غنيا, واللي قال لها راه عندنا خزائن الارض مليانه. ما فهمتش معنى الوزراء تكلم. هي كانت حكيمه وحصيفه وقالت لها نمشي الراجل دين في المنوية. معناها في الاخر ردت على قلبها حكيمه بالجد. به ما عليناش. ف مشاو الملا الاعياد تموا في المحرز وتعاهدوا انهم يعملوا العصيان المددي. يعني كان الناس في ليزي مش قالوا نخرجوا نتناقزوا في الشوارع ونقولوا واك واك. ليه ليه نعملوا عصيان, نسكروا الحميدات وشهود العدول يسكروا حميدتهم واللي يخدم في الوظيف يسكر وجمعيه الاوقاف تسكر وجمع زيدون يسكر. غير جنرال عصيان مدني. اي هي كانوا ناس نعمل عصيان مدني نطلعوا منا نركبوا عقود لا نعملوا حتى شيء نجدوا ديارنا. اليوم مازال كيتفهموا. قالوا واحد منكم يخوني عهد هكا ويخاوز. قالوا اش نعمل؟ مشاو بليو بليون ماء من بير سيدي محرز صبوه في البقاع وداروا جغمه جغمه شربوه. قالوا اللي يخين يخون العهد يطيح فيه سيدي محرز يحشكلو. به اي هما مازالوا غاديكا يشربوا في الماء وظلموا عليه العسكر عاد الفرنسيس كرفتوا الجماعه الكل اللي داخل عليه. ليه والله خاطين انت تنزور ها خاطين ما نعرفهمش هذوك حاجه فما زوج من الناس اللي شافوا صحيح اليوم محمد الريحي بوع الريحي وش اسمه ومحمد زين العابدين اللي هو بو سيدي العابدين الشنوسي. محمد زين العابدين الشنوسي بو زين العابدين الشنوسي اللي هو الاديب الكبير هما شافوا صحيح يا اخي عملوا فيهم العمايل الحرفه انفاوهم يتبرصق يا سيدي سكنات حاسين وبعد الناس قعدوا اربع اشهر مرمزين في الخلل المخلي واحد شيء ولا كتبوا رساله قالوا سماح سامحونا ورانا بطلنا. اي هذه كانت المره الوحيده لولا ان التوانسه قالوا احنا هنا طريقه مدنيه كيفهم كيف ما لهم. واستتبنا ورضنا وقعد الامر على ما علي حتى لنهار 2 نوفمبر 1911. 2 نوفمبر 1911 مش يخرج اجتماع المجلس البلدي تاع تونس اللي كانوا اعضاء مسيطرين للفرنسيس ويقرروا انهم يسجنوا مقبره الجلاز المقبره الاسلاميه مقبره الجلاز. اش معنى يسجلوها؟ معنى يعملوها تيتغ بلو. وانتم تعرفوا اللي الفرنسيس جابونا 1890 قانون استراليا استوردوه من استراليا هو التسجيل لو تيتغ بلو جربوه فينا اول مره وقت ما فماش في فرنسا بداو بينا احنا. والتيتغ بلو هذا سي ان تيتغ اترنال معناها اذا كان انت سجلت الدار هذه باسمك والتيتغ بلو باش تعرفوا لكم تو يروح ثقه في يدك انسى حتى حد ما عاد ينجم يعرف سي اترنال. تقول انا باش تسجل تيتغ بلو شنو المشكل شنو معناها؟ باش تولي هي حبوس حبوس اسلامي باش تولي ملك بلدية تونس ما عادش الجير اللي كانت قبل بلدية الحاضرة الجير المقبرة هذه كما المقابر الأخرين الكل. ليه؟ باش تولي ملكة تنجم تفوت فيها في البلاد. طلبوا الشيخ المدينة وقتها الشيخ صدق غيب من عائلة مجيدة شنو يريق؟ استناوني نستفتى العلماء من المجلس البلدي مشى للديوان الشرعي لم العلماء تاع عمال فرد الملك والحنفي المجلس الشرعي قال لهم راه صوره فيها وفيها. قالوا له يا ولدي راه من الناس هذه هذيك حبس ما تنجمش تولي ملكيه ملكيه للدوله ولذا راه احنا ما نعرفوش. فرجع قال هذا اللي فرانسيس قال له قال لهم في المجلس البلدي واللي زعما الموجودين لتوا عندنا يقول الشيخ صادق قايل يقول الفرنسيس يقول لهم راه كي مش تعملوا عمله من النوع هذايا راه تونس بس تمشي يجي ولا يجوا راه التوانسه تنجم تلبسهم في كل شيء اما كي تمس الحرمات والمقدسات حرمات المقابر خاصه عندهم قيمه عندهم ولذا ردوا بالكم سكتوا عليه. نهار 5 نوفمبر 1911 يعني 3 ايام بعد المجلس البلدي عاود انعقد وقرر
انه ما 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 ينظرش في حكايه التسجيل. قال الصديقين ملا بارك الله فيكم ونخرجوا بلاغ في الامر. قالوا له استنى شويه. وما حبوش البلاغ تخرج. تكتب وما تصححش من نائب رئيس البلديه الفرنساوي باش يولي معنا ينشر. 8 نوفمبر 6 نوفمبر 1911 صدق غيلم هو واعوانه من بلدي تونس المسلمين يدوروا على الديار ويدقوا في الديار ويقول لهم ما تخرجوش غدوه. راهو ما فما راهو بطلت الحكايه راهو ما فماش منع حكايه التسجيل راهو بطلناها يدور هو بنفسه كما هو عمل. معناها هي ثم سؤالية من طرف الفرنسيس خاطر في بالهم اللي تبان نهار التسجيل مش يقفوا ويعترضوا معناها مش يمشوا يعتصموا بين قوسين في مقبره الجلاز مش ما يخليوش جهود العدول وقت قيس الاراضي يقيسوا المقبره ويسجلوها. قالوا ليله كامله هو يدور ويدق على الناس ويقول لهم ما فماش وما تخرجوش وراو معنا ما تعملوش المشاكل وراو فماش منها وراو بطلت الحكايه. لكن بالطبيعه مهما كان سيفا ما سمعوش الناس الكل خاصه اللي خارج الحاضر خارج المدينه في بالهمش. فنهار نهار 7 نوفمبر باش يتلموا حافي ولابس ويجيو يعتصموا على الصباح بكري في مقبرة الجلاز باش ما يخليوش الفرنسيس يسجلوا. وهنا باش تبان سوء النية تاع الفرنسيس باعتبار أن فيالق من الجندرمة الفرنساوية تهبط تحاصر المنطقة. قالوا التوانسة كي راهو جدارمية هبط. قالوا ما كلام صحيح. جابوا الجدارمية. تمشي بالقوة باش تستعمل القوة. فهنا خافوا وبدوا يحجروا في العسكر في الجدارمية. وتبما جدارمي طليان معنى فرنساوي معنى طليان من جنسية الفرنساوي تبما. فهنا باش يطرقوا الفرنسي يهبط الجيش ما عادش واحد جدارمية يهبط الجيش ويطرق على التوانسة. التوانسة اللي كانوا عزل ما عندهم حتى شيء معنى عندهم حجر عصي معنى في المقبرة. فيطرقوا عليهم ويموتوا مجموعة من المجموعة اللي تموت من الـ من الـ من المشاركين في فك الاي كما قلت نسميها باسم تويكا اعتصام هذاك هو اللي نسمي كلمه جديده ما كناش ما كانوش يعرفوها وقت التوانسه. ف يموت بيقع القاء القبض على اكثر من 200 شخص يفرزوا هزوم البرمانانس فرزوا البرمانانس 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 هزوا فرزوا غاديكا وفرزوا كما كان يقول سألوا مرة يقولوا سأل عنتر بن شداد قالوا منين سر المجد الهالة تاع القوة. قال لا كنت كي نخلق مساحة الجيش مساحة الحرب نغزر نشوف أشرف القوم وأضعفهم واحد من أشراف الناس العدو ويكون ضعيف فأبطشوا به معناه يعطي ضربات اللي يبدع بحاله فأبطش أبطش به معناه فيتفجعوا الآخرين ويدخل الدمار في قيابهم ويغلبوا في الحرب. فالفرنسيس عملوا حاجة من نوع هذا رغم العديد من العباد اللي كانوا موجودين مش يسبوا النقمة نتاعهم على زوز الناس اللي هما الجرجار والكتاري. وعليش الجرجار والكتاري بالذات؟ لأنهم هاثنين استقراء معنى الفكرة الفرنسية. الجرجار كان ولد بسويقة والكتاري كان ولد صبغي ولد معنى ربط واحد من ولد ربط الفوقاني واحد ربط ولد من ربط التحتاني ربط بسويقة وربط بوتزيرة وناس ولد الربط معنى ولد الربط بالمجد معناها. جرجار كان عنده برويطة ويبيع الغلال وكذا ويشيد على الخلة فبالتالي كان معروف ولدهم اون فيغور ماركونت مي شيت معناها اون تيت كونو. والكتاري كان كذلك معناها في حومته هذيك كان يبي بياع يقولوا بياع كان عنده كرمكم الله بهيب وفيه معنات وكذا ويدوق كرمكم الله خاطر بهيب وان كان والله بالمجد هو تعرفوا اللي اخر خلفاء بني اميه مروان بن محمد كان يدعى مروان الحمار. بوغ سامبل ريزون كان صبور تحمل
عزيز حمل كلي على راسه ليفر. فكان ومن أصبر الحيوانات هو الحمار. الحمار صبور جدا. لكن نحن جات العادة إحنا نقوله كده واحد ما يفهمش بشو بقى الحمار طويك انشد على جماعة الكونترا طويق يقولون هذاك راس مالها هذاك راس مالها خاطر يلبسوه ويحطوه له كل شيء ويعرف نيته شو تفيها بكش فيهمكم عبيد هيك تعد الكونترا بهي هم اللي عديها خاطر يعرف نيته مشان يروح مش هدهم حتى حد ما علي ناس ف جستما ف كان بياع يعني بيع يعني كان معروف يتات كونو كيف كيف فيتحاكموا لسنين يعملوا محاكمة مشهودة فرانسيس كان ما يعملوش قوق في المحاكمة هذه يعملوا محاكمة كبيرة شافوا الناس وحكم الاثنين بالإعدام حكم بالإعدام وتعدموا في باب في فتح باب سعدون قدام الباب كان الباب قدام شوية في الباب طويل بقت كان فتحة هذيك الباب كان من هنا كما في التصوير بعد الله كان قدام شوية كان لصق في السوق كانت هذيك فتحة فشافوا الفتحة في العادة الفرنسيس ما يعدموش في 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 الشارع في الساحات العامة مش يعملوا الحادثة هذه مرتين في تاريخهم الكل مش يعملوها مرتين مرة مع جارجار المكتاري ومرة مع دغباجي الله يرحمه عشان معناها عدموه رمي من الرصاص العسكري أصلا معناها زرته من العام الجيش هذاك رمي من الرصاص قتلوه في السوق في يوم سوق في البطحة متاع الحامة اللي هو رئيس أصيل مدينة الحامة ردوا لبلاده في نهار السوق في البطحة متاع البلاد هذيك الحادث المرتين اللي الفرنسيس بشقوا فيهم في البطاح معناه قتل المهم معناه إعدام منظم معناه إعدام قانوني فصارت الحكاية هذية معناه في باب سعدون ويقولوا أن أم الجرجع شهدت مقتل ولدها موجودة وشفت ولدها كيفية تقتل ومن تعملت حتى الغنية اللي قلت شبه ملحمة حتى أنك غنيت في وقت ملقات في متحف الأغاني كانت سيدة ليليا الدهماني وقتها غنيتها براويجة ما ترد أخبار على الجرجار يا عالم يا سرار صبري لله ويقولوا أن هبلت مسكينة بعدش قعدت تدور في الشارع وساعة ساعة ملي كانت تقولوا ريتشي الجرجار ولدي قال لي أنا مروح وما جايش نتطوع وليدوش بأن لحقي متوفت فارتبطت الحادثة هذه بيوم 7 نوفمبر يعني كما اليوم عام 1911 كما قلت وهي معنى هنا جاء حتى معنى 7 نوفمبر 1958 اللي انطلاق الماء في حادثة الماء معنى بتاع تونس الكل فصارت هالحادثة هذه معنى الخاصة جدا واللي كتب الدولة كتب العام للحكومة وقتها هو بعد ما صارت الحادثة هذه قال كلمة قاعد تكتب في التاريخ قالوا له نخلي مدة ونعاود نسترجعوا ما ناخذوها أخبار شلازة قالوا لهم لا خليوا بعد الاستقلال تو هما يعملوها وحدهم وذلك ما تم بعد الاستقلال وقع اقتطاع نفس الأرض اللي كان مش اقتطاع الفرنسيس وعملوا فيها الكياسات اللي موجودة تو المحول هيك والبيوت والقنطرة كل شيء تعملت معناها اللي ماتوا عليها الرجالة معناها تعملت مع الاستقلال بون جو سي با كونتر حتى المودرنيزم وكل شيء لكن هبر اللي ربط الأشياء عملوا ثلاثة فيديو بين قوسين للتاريخ ما دامنا هي معركة الجلاز وتتسمى معركة الجلاز 7 نوفمبر 1911 جوست للتذكير انه مقبرة الجلاز هي منسوبة للشيخ سيدي محمد الجلاز وفيها حافة طريفة يذكرها ابن ابي دينار طريفة في انشائها يا عالم صحيحة ولا باطلة من عرش ان ابن ابي دينار يقولها يقول مش ابن ابي دينار لا مش ابن ابي دينار لا محمد بن خوجة الجنرال محمد بن خوجة يذكرها يقول كيفاش انه محمد الجلاز هذا هو من علماء الأمة وكان قيروان أصلا من مدينة القيروان ولده جاي لتونس مش يقرأ في جامعة زي تونس باعتبار هذاك اليونيك يونيفرسيتي فهو ما يحبش يدرس في مدرسة كما بقية الطلبة حب يشيل يدويرة كنت في راسه فبعنده خديم
ديني عنده بعثوا بسرعة فلوس قالوا تمشي لتونس كما قلت أعطاه 200 دينار كل واحد اشوف لي بيرة 200 دينار ذوك ما نمشيش للدار خلي مش كنت فيها طول كنت فيها راس طالب اتيديون داخل السيد بالطبيعة كي يدخل تونس يدخل باب عليه جاي من قروية هذيك اثنين داخل كانت غاديكا فما مقبرة مقبرة إسلامية قديمة في الصفحة مش في الجبل راهو الجبل بعديش كانوا فيه راهو كانوا في الصفحة المقبرة انتشروا في الجبل بعديش كان فما مقبرة إسلامية زي بحذا الباب وبجلبها فما عرف ملك واحد يهودي المقبرة تمليت وما عادش يلقى ولقى ميت معناها جايبينه باش يدفنوه وما لقاوش بقى وهو ما عندهمش قبر قديم كما نقولوا احنا عليلته وانا قبر مش حدو فجا حاضين الجبال وحفروا حفيرة اليهودي جا اش دخلكم في ارضي هذيك ارضي ما خرجش من ارض الجبال هذيك ارضي ارضك ما قالوا نشريوها من عندك نشريو القبر من عندك راه الناس صغير ولا واحد مش قال لي ما قديش تعطيه قال لي ما نحبش تعطي وما نعطي ولا شنو الراجل مسكين الخديم نتاع سيدي محمد يتفرج في عجب ربي حتى في القرية ما عندهمش أهل الذمة، ما عندهمش يهود ولا ذا به المسألة اللي صايرة، فهمت؟ اليهودي ذاك راه الناس الصغيرة، إيه قالوا تعطيني كما نقولوا احنا 200 دينار، خذ الأرض كلها، يعرفوا خاطر كي هما كي يحطهم كلهم هما بيدهم ما يجيبوش 20 دينار. الآخر راه كيك هذاك ليه هزته الحمية، وفتنوا مصفرة ب 200 دينار، واقف يتفرج، شهد عليه الناس، وما ادري 200 دينار. تبعت بالوقت. جبروه شبيحة لأنه هو اللي عرض لنا فشيء اللي حكي الشيء كتبها يقولوا أن روح القريب لكن ما تعرف في الفقه أنه عمل المتبوع ما يولي نافذ إلا بإمضاء التابع معناها كي أنا عندي خديم هو يعمل حاجة ما تملك الحاجة هذيك مفعول إلا ما أنا أجيزها نجم أن نبطل باللعب فيقولوا أن يروح آه قالوا شو عملت الشيء هو يعرف كيف الفلوس هذيك ما تجيبش جيب جيب لي زويز وبيتات وسط دار في دار في تحت الصور غاديك في آخر الدنيا في باب عليوة ولا باب الفلة ولا حاجة كي قالوا يا سيدي مشيت لك قصر فهمت الشيء وجنينة دايرة وخضار والدنيا زي قال بريت توش نخصب لهم الدرجة هذه معناها زي من العرش عاد مش بهلوب ما مشيش ديما ما قال للنكتة بين قوسين سامحوني نحيل برشا قواس كي مات سيدي إبراهيم الريحي شيخ الإسلام كبير أهل الشورى الملكية كي مات سيدي إبراهيم الريحي كان عنده 7 خطط إلى جمع ما لم يجتمع إلى أحد قبل ولا بعد قط كان في نفس الوقت عنده 7 وظائف من جملتهم كبير أهل الشورى الملكية معناها باش مفتي الملكية عاد كي توفى قسم الخطط هذه على برشا من الناس من جملة باش مفتي الملكية قال أعلم شخص في تونس هو الشيخ محمد بن الحسين الكافي هو كان مفتي الكاف وعالم كبير وتلميذ براية مريح عادي قالوا هو قاعد وهو جاتوا للبراية قالوا له راهو البي سماك مفتي معناش باش مفتي الملكية معناها كبير أهل الشورى معناها أعلى سلطة دينية قعد قال كلمة قعد في التاريخ قال علاش تونس خلط فمش عشان في تونس جايني لهنا تذكرنا فيها بالكاف معنا كيف كيف الشيخ سيدي محمد الجلاز معنا غشبيه قال تونس الدرجة دي ولا ترخيصة قالوا لي يا سيدي أنا مش هديكش دار في الدنيا شريت لك دار في الجنة رأي وحكي له الحكاية فيقولوا أن معنا صحح في العقد معنا نفذ ذلك لكن نطلب أنه يدفن هو فيها وبالفعل سيدي محمد الجلاز مدفون في مقبرة الجلاز توه تربته معروفة وعليها قبة وعليها بيت معناها خاصة ومعروفة وتسميت باسمه مقبرة الجلاز من وقتها هذه ما يذكروه في كتب تاريخ سيدي محمد الجلاز معروف كشخصية ثابت وجوده ثابت أنه عنده علاقة بالمقبرة هذه كيفاش شريها كيفاش حبسها هذه حكاية أخرى معنى حكاية يهودي إن شاء الله أعلم أما ثابت أن سيدي محمد الجلاز شرى الأرض هذه من حر ماله وحبسها على المسلمين للدفن وكما قلنا اشترط أن يكون هو من الناس اللي يدفنوا فيها معنا يجيبوه من القربات ودفنوا ودايره وطفعنا فيه في كلفة فصار بعدهش كما قلنا اللي طلبوه وقامت عليه القيامة متاع 1911 صار أما أنا حكيت برشا حكايات على 7 نوفمبر في التاريخ في العالم في تونس ندرى حسب رأيكم كهو في هذه الحكاية معنى 1911 وقعد السنة حتى 1987
حتى احنا مش تصير حادثة أخرى في 1922. في 1922 مش يجينا لتونس بريزيدون فاليير، حتى هي طريفة مش بريزيدون فاليير رئيس البلاد رئيس الدولة الفرنسية في عهد النصر بي بين البلاد. والنصر بي كما تعرفوا كان ديما احنا ديما كي نفكروا الوطنيه نفكروا بالمنصف. اما قبله والده سيد محمد الناصر باشا بي ما ننساوش اللي هو خامس البطاقه بتاعه تاع الانخراط هي رقم 5 في الحزب الحر الدستوري التونسي تاع الشيخ فعال. هو 5 منخرط بالوثيقه عن التو الوثيقة الانخراط. معناها كان منخرط في الحزب ودافع عليه برشا وكان يحب الشيخ الثعالبي وكان يشفهم اجتماعات استمع بحضوره هو، لكن هذاك حد الجهد يعني ما كانش ينجم يعمل حاجه كبيره، لكن كان يحبش الفرنسيين والفرنسيين ما يحبوهش زاد عارفينه صاحب مشاكل فما يحبوش ينزل. فداير بعداش تلقى حافظ في اخر حياته حدث التنازل على العرش 1922 في أفريل 1922 تقع تنزل على العرش اللي سببها الحافة اللي مش تصير 7 نوفمبر 1922 التنزل على العرش هذية نصر بي وما يعدوا فجاية مع الرئيس الفرنساوي كما يصير طويكة جات صحافة مش حافظوا يعني كما قالت درشون جات صحافية فرنسوية قابلت النصر بي وعملت معها انترفيو. البروتوكول القديم يقول كان يقول ان رئيس الدوله التونسيه معناها جلاله البي ما يتكلم كان باللغه العربيه كان بالتونسي ما يتكلمش لغه اخرى وكان يحذقها. النصر بي كان يحذق الفرنسويه والايطاليه يتكلمهم مليح كوغامو لكن البروتوكول جو انه ما يقولش كلام الا بالعربيه. فلا كيبدا هكايا في حاجات رسميه كان يكون انه مدير البروتوكول هو اللي ترجم. وبين قوسين النصر بي عنده مشكله مع مدير البروتوكول نتاعو خاطر هو كي جا للعرش ولا العرش عام 1906 مش يورث مدير بروتوكول الجنرال فالانزي هذا يهودي تونسي ورث قاه جا كان خدم مع سيد الهادي وخدم مع سيدي علي مش يورث فالانزي هذا كمدير بروتوكول وزيره. عاد جينا زاد قبل في 1908 مش جينا رئيس قبل واحد اخر رئيس فرنسا والنصر بي مش يخرج يدور هو اياه مش جينا مشاو قصر باربي المتحف هذاك دار العجائب يقولوا بكري دخلوا القاعه اللي تسمى توا قاعه سوسه سال دوبال. قاعه سوسه ما عادش تتخيلوها تويكا صاله مربعه كبيره السقف نتاعها قبه امبوازغي هاك القبه هذيك اللي قبة فيها واحد الثريا اللي تتكلم فيها كي 153 متر كاري دو بلانشي ان بوا دو شين سكولتي اي دوري على فاي فاب ذو 24 سمية ترعب بالحق مزيانة برشا من اجمل ما صبر السماعية توانسة واللي وطليغ الدين تطليغ اللي واخد مدة توانسة والدين الدين تطليغ. فالرئيس الفرنساوي c'est ce que veut la démocratie ou ce que veut l'élection que j'ai Bourkin a cessé de parler de patrino mais qui que nous aïchi fait sous biout fi ma chnoua hasi ataha rabbi wala rais fransa tkhallu el bay dour fi kel chi hazra sou zar bouhid el kfar il a ouf de merveillement يتلفت الرئيس لغزار نصر بي وراه نصر بي كان عين الزرق كي موجل بحر على الراك اللاليوغ متاع الفيختي الفرحة يعني حب يكسر له شوكته غزار من الشباك قال ديتا سا ماجيستي vous avez un très beau pays et un très joli ciel فالانزي زمتاجي طب نصر بي يفهم بالفرنساوية فالانزي زمتاجي
المشكلة أن اليهود التوانسة أسكريلاج عندهم أن يقولوا سماء حرام يقول سماء كأنه كفى سماء يقولوا لها سمية ديمينيتيف مش ما يكفرش شو يخرج من الملة ظل نزيد أن بون يهودي تونسي قالوا شيدنا قال لك الرئيس محليها بلادكم وما زيانها شميتكم قالوا قلوا قدها بابا حتى في العرف التونسي السمية هي اللي فوق لفن هكا ولا اي هو رجع بيه قال له شفالاتي شو قال هو كان شو يقول الرئيس نتاع فرنسا يقول له راهو لو سيال ايتي اوردوني باغ لو بير دو روا وكان مش يقول له راهو يفوغ مثلا شو مش يفهم يفهم الفرنسي حتى مهما ماما قام يقول سيونس تنونت البي Il a donné congé à son ministre de protocole. Alors, tu peux le dire, il m'a acheté. Il a dit, 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 il a عرفت سنة قاضي الحضرة هي كهو معاد شفت الحكاية حب يفهموه اللي خلق خلق لسنة تقاعد يزي في البركة قالوا له كيف يفهموا قاضي الحضرة طيب سيلة عالم كبير وشخصية وقورة جدا وكل بعثوا له الوزارة الأولى جهر رئيس القسم الأول سيدي حبيت نقول لك اللي سيادتك راك وصلت للسقف يعني هو بوليمون حبي هكا تري جونتي الاخر يفهم مش بهلول ذكي اما اعمل فيها بهلول تعيش إيه قالوا لي دي ميساج عملوا لي نقيبه نخرج منها راسي انا قاعد معناها مانيش مروح نقبه مش نتنفس كي صوت السقف نعمل نقبه نخرج منها راسي نتنفس انا بوغ دي ما نفوش تقاعد جوستومون فحال التقاعد سو نوست نون سيونس تنون خاطر علاش يفالي يفولي سون ديباراسي لكن الحادثه اللي مش تعمل تتعامل معاه وتكون يوم 7 نوفمبر كيف كيف مع الحاسه الثانيه معنا مع النصر بي ما كانش اوسي سامباتيك الحاسه الاولانيه مع جيران الفالنزي باعتبار انا كما قلت لكم مش تجي صحفيه فرنسيه كانت بيك النصر بي وقتها قال حب صحفيه تكون قوشه يعني قوش قوش لكن مش ديما جماعه القوش يكونوا باهي هذه القوش لكن في نفس الوقت استعماريه يعني في اوفون ديال ميم استعماريه وهي صحفية فهو تصور أنك تكون بالقوش تكون أكثر ما تعرفش مع القوش ديما مع الشعب ومع شنو هي كانش نفس اللحن فيتسأل في البي سألته على على موقفه من حزب الحر الدستوري هو عضو منه هو واحد منهم فقال هذو من الناس يدافعوا على مصالح بلادهم ما عندي ما نقول كان ربي يعني يعطيهم العينهم ويعطيهم الوقت الطيب وكل واحد بتونسي مدير البروتوكول اللي لازم يترجم اللي هو خيرالة بن مصطفى ترجم لها الكلام بالطريقه هذه معناها راهو البي معناها يقول انه هذا ما ناس اللي يفعلوا مصالح بلادهم وكذا اللي خرج في الصحافه تقول الصحفيه هذه البي يقول هذوما كفار وخارجين على المله الاسلاميه وانا متبري منهم أيوة البي جاد الجريدة قال يا عيتي للخلاء إذا كان مش تبرى مش تبرى بروحي أنا منهم معناها مصيبة معناها كده ألا عيت المقيم العام الفرنساوي وقالوا الكلام هذا ما قلتوش لازم يهرب تكذيب رسمي بالديوان الملكي اللي أنا من نتبرأ بالكلام اللي أنا صار قالوا خلي الأمر يستراح قالوا هنا البي بطبيعة شغل غضب شديد يقول ان وصلت بي الذله ان نقول كلام ويتبدل وما نجمش نقول ليه ما نحق الرد طويقه بالكلام تاع توا ما نجمش هو انا بين البلاد ماني هذه اكثر من الذله هذه ما عادش من الويش انا بين البلاد فاش قام ويقوم من نهار 7 نوفمبر 1922 بكل في مخه قام على الصباح جات الموسيقى تضرب منحهم إعلان بداية اليوم العمل وطلب أن يهبطوا الدراب من فوق القصر للدرتاج والعسكر
يلبسوا معنى ينحيوا الكسبة من الكسوة الواحدة الفوقانية يعني على الكسبات ما يلبسوهاش إعلان أنهم البي معنى في حالة غضب شديد وإني باون فونكسيون مش يخدم نص النص على قام تشوشة وخرج الأخبار في تونس أنه جلالته تنازل عن العرش أو استقال أو اللي تحبوا أنتم دخلت البلاد بعضها تونس العاصمة هنا شو معنى نقعدوا بلا بي هو اللي تي لو بورتا غارون تاع الكونتينيتي تاع الدولة التونسية حتى كان فيتيش حتى كان سامبوليك لكن سيتي لو بورتا غارون هو على الأقل هكا موجود تونس عند مش الجزائر مش ديبارتمون تونس عندها كيان عندها شيء من السيادة عندها درابو خاص بها عندها موسيقى خاصة بها معنى الموسيقى الرسمية معنى السلام خاصة بها عندها بي يمثلها عندها حكومة وإن كان كونها من أربع شواشي كهوا باخين من بلاش من كل معنى بور دير كو حتى كان سامبوليك حتى كان صورية أما على الأقل موجودة مانيش ديبارتمون مانيش الجزائر معنى موسيقى بي تنازل تخدم وهنزل كيف نلفت انتباه كوباية قوسين لما دخلوا الفرنسيس 1881 مش يقعد سوق بيت يصح نوعة الحماية يقعد موجود عام تقريبا اكتوبر 82 مش يموت يورث اخوه علي باشا باي الثالث 20 سنة لا بيريود لا بلو بيزيبل اللي عرفتها فرنسا في البلاد التونسية الرياض تي لبيت حركوا تونس عام 85 حتى 1902 توفى علي بي الوريث نتاعو كان بارازار كان ولده خاطر ما تعرفش العائله الحسينيه اكبر واحد اكبرهم سنة الصدفه انه ماتوا برشا اونتخ طون هو 20 سنه يحكم طول في سنين ماتوا برشا ماتوا في سنين خلطت الطريق لولده محمد الهادي باشا بي كان عمره 49 سنه وقتها انا في عرفوين 193 طول كان جيان بيان بورتون ان بون سبورتيف عام الحصان ينقز عليه تنقيز ما يكبش عس ما يحط ساقه في الركاب ينقز حسيله مصيبه زرقاء وكان نهار طول في تونس مع التوانسه انا ما انت با ترو بروتوكولي وقت ان جون برانس نهار طول مع البلديه ومع الفدر محسن شو معناها هكا شويه فالفرنسيس خايفين من البيعه هذايا فل صغير صحيح وان بلوس افكاره ماهمش راضين عليها برشا مع طريقته في التعامل مش راضين عليها برشا وقتها معناها فماش مقيم عام زعما ما مقيم عام روح وما تسميش واحد جديد فما شو اسمه الكاتب العام للحكومه الوزير الكبير وقتها سيدي محمد العزيز بوعدتو مول هالدار عزيز الشيخ طارق بن عاشور بوم عزيز بوم بو بو سيد ها السيد أم هاني خاطر الشيخ طارق العزيز بوعدتور جاب زوج بنات فقط ما جابش ولاد ذكورة السيدة أم هاني والسيدة فاطمة السيدة أم هاني جابت محمد بن عاشور جابت الشيخ طارق بن عاشور السيدة فاطمة جابت محمد محسن جابت الشيخ محمد محسن وهذا هما اللي علاش ورثوا الدار هذه ولاد بن عاشور فالشيخ سيدي العزيز بوعدتور الوزير الأكبر جيه الكاتب العام للحكومة يقول له اسمع توا راجل مات ندفنوه الساعة واللي يقول لي حادث الحديث ما يتولاش البي الجديد حتى نشوفه يستنى في الأوامر من فرنسا عزيز بوعدتور كان ذكي وفاهم اللعبة وخايف من التونسي اسمه أنكسي معناها يقول له قال الكاتب العام قالوا بي ما دفنوا كان بي كيف ابو الزفري ولا كيفي ولا كيفك حتى ما ياذن على دفن البي الا بي الكرسي معناه يولي بي الساعه لو روا ايما فيف لو روا اي سي لو نوفو روا كي دون لوردر دو لونتيرمون فقالوا ما دفنوا الزفري كيفي ولا كيفك زعما رغم اللي هو حفيد محرز بن مخالف من ناحيه الام اما قال ما دفنوا الزفري كيفي ولا كيفك يدفنوا بي كيف وهكاك بي محمد الحبيب محمد الهادي قبل دفنين مع علي بي فمحمد معنا الفترة هذه كانت محمد الهادي أربع سنين فقط فكانت مخيفة شوية شيء ما فلما يتولى النصر بي كانت النصر بي كما فترته فيها شيء من حتى ما نقولش اضطرابات أما
نصل بي اي فما شويه فما تململ فما شويه من التململ جوست جوستمون فالتوانسه كي مش اسمه بالحكايه نصر بي نزل على العرش تخمم احنا حتى قالوا لنا لا راك حطينا بي بالسيف عليهم مش ما العرش ما بقاش بي يقول الشيخ محمد بالخوجه ولم تمضي ليله على عرش يمشي غيرا يعني ما بدش ليله فيها ما تنعد ولا الاخر جوستمون فخرجت التوانسه في اول مظاهره سلميه اول مظاهره الناس خرجوا مسانده للعرش مسانده لبي كرسي على ساقيهم من تونس للمرسى على كياس العوينه قويكه معنا كياس كالطغوط ما كانش كياس هكا كبروا وبجنبوا فما واد ونهار طول الطوموبيل طايحه فيه وعباد غارقه قلت مات يغرقوا فيها ما عادش كثير ما عادش كثير حتى كياس باش على الاخر كياس العوينه فمشاو الثنيه هذيك الكل على ساقيهم حتى خلطوا القصر الملكي دارتاش والمرسى ووقفوا غاديك قدام في البطحه في الساحه الدخلانيه ويقولوا شهود العيان انه البي طلع عليهم الروشه من الجناريه الجناريه القصر بالتونسي بالمحصول البي ما يظهر في الرسميات كان باللبس الرسمي هنا لبس المحصول حتى جبه مش لابسها كان لابس المحصول يعني الفرمله والسروال في دار طلع عليهم يقول له مش البيك وكب عليهم وبيع لهم لكن بالطبيعه الفرنسيس لازمهم يتخذوا اجراءات بسرعه حوصر القصر الملكي ونزعوا السلاح نتاع العسكر بالبي العسكر نسميهم وقتها عسكر كرذونه فكلهم السلاح ودخلوا للبي خاطر اش عمل الناصر بي؟ الناصر بي لم قبل ما يقول او كيف قام صباح قال هبطوا ضربوا شيء لم امراء البيت كلهم الرجال اللي نجموا يتولوا العرش من بعد ولي العهد فمن دونهم خايف ما يصير كما صار مع الناصر مع الصادق بي انه يجيبوا الطيب بي يحطوا في كراسه يقعد يستنى مش كان ما قبلش هو اللي صح المعاده يعزلوه يحطوا طيب بي وبيت حسين سووه العزاء في الكاروسه روحوا خلوه غادي يستنى كي صح الناصر الصادق بي نسووا العزاء غادي مسكين راجل كبير بالروماتيزم وحال تحليل حسن مات بالحفظ ما بعدش خاف من الحركه نفسها فيقولوا لم الامراء الكل واقسموا على القران الكريم انه حتى في حاله انه فرانسيس معناه يعرضوا عليهم شكون يتولى باش يسد الشغور ما يقبلوش باش يخلق شغور دستوري يسميو طريقة يعني فما فراغ دستوري مش فرانسيس يضطروا يتراجعوا ففعلا فرانسيس لقاو انه ما يلقاوش حتى امير من امراء البيت يقبل بالعرش فاضطروا باش يتفاوضوا مع ناصر بيك ناصر بيك الرجل كبير مريض بالدم ورئيس فرنسا جاي قالوا له به هاوش باش انت مكغوظ به طيب مش وقت نتاع تكذيب احنا مش نعملوا مقالة اخرى اما شكون اللي سبب في العملة الكلبة هذه مش نعاقبوه مدير البروتوكول هو اللي ترجم الغالط وزاد في راس خيرالة بالنص العزاء طردوا كيف معنى بدا حياته نصر بيت بعزل وزير البروتوكول واختم حياته بعزل مدير البروتوكول ووقعت كما نقولوا احنا سمحوها الامور يعني حاولوا يرضيوا شويه اللي ما رضاوش بالكدا رضاوا شويه البي جوستمون ويقول البي خرج يقولوا مره ثانيه بالبركون وهنا يتكلم الناس شكرهم اكثر خير للعباد الحاضرين وقال الامور تصلحت تراجعت وطلع الدراب رجع طلع الدراب ويقول الناس يعني قالوا يوصل كذا فجاوا متفرقين قال لهم لا ما قالهمش كما قال بعض الناس تفرقوا بسلام كيفاه قالها لهم هي انتشروا بسلام شكون هذيك لا قالوا لهم ما تروحوش باش خرجكم الترين تروحوا فيه جيتوا على ساقيكم زيد تروحوا على ساقيكم العزوات برشا عليكم في خرج لهم الترين نتاعو الخاص لي زاغوج هذاك المشهور هذاك الدنيا اي هذاك خرج لهم الترين الخاص بالكل الخاص نتاعو خاطر مش يركبوا فخرج لهم الترين الخاص وروحوا فيها وكانت هذه حادثه مشهوده باعتبار ان اول مره في تاريخ تونس تصير مظاهره سلميه والناس طلعت على ساقيها مسنده العرش يعني عمرها ما صارت في تاريخ تونس ومن هنا يقولوا حتى المؤرخين اللي درسوا الفتره يقولوا هنا كاني صارت اول مره في تاريخ تونس وخاصه من الحمايه المصالحه بين العرش والشعب من الشعب التونسي كانه اعترف بهالعرش هذا كان يسلم غير فتقيق ممكن قبل كان ممكن ياسر كان فما ملي دخل الفرنسيس كان فما ولات فما شيء من اعتبروهم هما اللي قبلوا الامر وكذا لكن كي صارت الحادثه هذه كانه الفرنسيس
قال معنا كانوا التوانسة قالوا للعرش الحسيني لا عفى الله وعما سلف مطولين نتاع بعضنا هانا جينا باش ندافعوا عليك وهو بالتالي قبل لك الدفاع هذاك لكن ما طولش كما تعرف في مصر باي مده قليله وتوفى كما يقول كان مريض وكان موفي ديجا وقتها مده قليله قبل شهرين بعد وتوفى في مصر ووقف الامر هنا غاديك علاش حتى اللي تولى العرش من بعده سيدنا محمد الحبيب الحبيب باي كان رجل قليل رب العالمين وفرع بعيد ياسر عمره ما كان يتصور نهار ونهار باش يتولى العرش عمره ما كان يتخيلها الزهر ماتوا ماتوا لشوط ولا هو جا خلط هو لقى روحه في الصدر كسكسي خلط مازال سبت واحد هو فاس هو ما في باله سبت واحد ياخذ ربع سبع سنين بارك الله عليه هو رجل عايف هذاك الشيء داير الطرفه نكته تاريخيه انه مجلس الشرعي موجود يهنيوا الوفود وكل شيء فتح من بكري انا نحبوا كذا فجاي الوفود مش المجلس الشرعي تاع القروان قايد القروان يجيب الاعيان وقتها قايد سيد الحبيب الجلولي والعيان يجي الذوات كما نقولوا الامناء تاع الاسواق ومثل الاكابر وشيء ويجيب كذلك الشهر الاشراف تاع العلاني وكذا ويجيب معاه اي استضافه بالطبيعه لازم يكون شيخ السوق ويجيب معاه اهل المجلس الشرعي تاع القروان عاد يقولوا الدنيا ميزه القروان وقتها مضروب على يدها حاله حليله فالمجلس الشرعي ما عندهمش شيناء الشيء هذاك اللي يلبسوه هو علامة الخطة اللي يلبسوه المشايخ والعلماء وأهل المجلس الشرعي. فقايد القروان سيدي الحبيب الجلولي مشى للشيخ بيرم صار بيرم ومشايخ سلام قال له بالله سلفني أربع شينين باش ندخل بهم أهل المجلس الشرعي قدام البي قدام الناس معناها يكونوا في هيئة لايقة معناها كذا استرهم استرهم فجستما هذاك المكان فسير الشيخ بيرم سيفوا شينين هيا تهموا بهم قدام البي كذا كملوا مروحين القرين صرهم سيد الحبيب الجلول هزهم دار بيرم هما جيران مش بعضهم بعض هزهم قال لي خليهم عادك بيك رجعت مش يموت العزاب باش تهنيوا البي جديد يا اخي ما مات سبع سنين واول حاجه عملها اخذ امراه ما بتعرف التونسي اول حاجه اذا كان جاك في يد الصوار المراه الدار صغيره والمراه قصيره بدل الدار والمراه شوف واحده طويله فهمت هو هيك بدل المراه جديده فطلع عليها شي بيت ورجعت فيه الروح فهمت سبعة ضربة سبعة سيس الحبيبين سيد اي صحيح طويلت ومشى للجامع حفيد الراجل تبارك الله عليه لا لباس ولا هي في الهدود ولا لباس فهمت وسبعة سيس ضربة مع الفرد جنب لكن الحبيبين وان كان هو كان زاد مع النصر بين بس تولي العهد نتاعو كان معاه في الحزب إذا كان ما عندي ما ريتش وثيقة انتماء ما ريتش بطاقة انخراط لكن يقولوا أن كان يحضر في الاجتماعات وكل ويقولوا النصر بي يقول قالوا كي جاي يموت قالوا بيني وبينك الحزب بيني وبينك حزب الشيخ الفعال أول ما تولى عايد الشيخ عبد العزيز الفعال أعطاه صرع فلوس وقالوا سيرناك للذهبية للحج سمحني وخرج وقت الخرجة الشهيرة بتاع الشيخ الفعال بيوصل بها حتى الهند فقالوا ماذا بيه تخرج وخلي اخقيني من البلاد وحزب ولا ما عادش امور ولا واحد يعني ما عادش عنده مساند رسمي قال الراجل اكثر من هكا يقولوا في هبط في المناسبه الاولانيه نتاعو في العيد الاولاني اللي هبط فيه تونس في باب سويقه هو في الكروسه والناس تعيط الدستور سيدنا الدستور سيدنا باعتبار حزب حر دستوري طلع عليهم الكروسه قال ما انا متكلمش انا مش عارف يدو انا ردوا بالكم وسبع سنين وكأن الحزب لم يكن الميت الحكاية وشيخ الفعال بيهجم البلاد فنقعد نستناه حتى يموت سيد الحبيب وبعده هو يتولى عم سيد أحمد بي ذاك قال والله يعني حزب لا يعني بلاد يعني الرزق رزيق يبدأ يستنى في شكون مش يموت مش يورث مغرامه في الورث نعرف له يورث حتى اللي ما يورث ما عندوش حق يورث معناها ناس من الأعيان مات يمشي يبعث لدارهم يقول معناها يباي هيك ما بنصيب نصيب اللي فيه نصيب حتى يوصل كان ليه في رويحته قعدنا نستنى حتى 42 مش يموت هو نصب أحمد بي ثاني مش يجي منصف ويرجع يحاول يرجع المجد تاع والده والريكونسياسيون بينه وبين الشعب التونسي في الحركة في 11 شهر اللي حكم فيهم البلاد التونسية فكما قلت فالنهار هذايا يوم جيد يوم زلنا نفكروه 11 7 نوفمبر
برشا ايامات صارت في العالم وفي بلادنا وايامات نفخر بها الحق نتاع ربي معناها خطرة الجلاز ولا خطرة تنازل نصر بي ولا غيره معناها خطرات مهمه في تاريخنا ما ننساوهمش لان اذا كان ننساوهم ننساو رواحنا مش نخدم الحكايه اون بوتيق الراجل تكون حاجه ننساو شويه الدمايات والحروبات والمظاهرات وكذا في نهار 7 نوفمبر 1912 بعد عام خطرة الجلاس باش تولد مطربة تونسية كبيرة باش تخلي الأثر نتاعها في تاريخ تونس الغنائي والتمثيلي اللي هي السيدة شافية رشدي نانا جوستومون نانا اللي فهمت نانا شافية المطربة شافية تولدت زادة هي كيف في مثل هذا اليوم عام 1912 وشافية للعلم هي اسمها الحقيقي زكية المراكشي سفاقسية الأصل من عائلة دار المراكشي من دار بيت سفاقسي مجيد وعائلة معروفة من بو سفاقسي وأم تركية بوها كان تاجر كبير ويسافر في البلدان مشان لسفاقسها الغير طرابلس يتاجر فيها يا أخي طاح على بلادك وفي واحدة تركية الزين والعين دار بنتها مجيش لها بوها فأخذها أنا تخيلوا أنتم إحنا في بداية القرن العشرين أنا نعرف هنا العائلات ماذا بهم يخدموا مع بعضهم والبلدان يخدموا مع بعضهم صوتوا الشخصية مسكرين شوية على رواحهم اليوم توا بعض منهم مازالوا عائلات ما يحبوش البرانة فهذا مش برانية ليه؟ تركيا تركيا أصلا جاي من برا من برا صبال واحد لإسطنبول قال الراجل وفين مولوده في طرابلس معناها اشهر من هكا ما فماش سيبه زرقاء وخذاها وخذها فكر في عائلتها نكروها عائلته هو بيته نكروه فانجب بزوز بنات ذكيه وشافيه الاولانيه توفيت صغيره بعد شخطه مش لقسمه ذكيه مش لقسمه وتقرا ذكيه على روحتها شويه في البريمير في ليكول فرانكو اراب قرأت حتى القسم الرابع تقريبا بحاجكيه وبطلوها وثم بعد توفى والدتها وهي عمرها على ما تقول هي 11 سنة ولا 12 سنة يتوفى والدها ويخليها على كتب فورتين يعني راجل تاجر كذا خليها تزيط ما كانت مبسوطة ما كانت لبس عليها لكن طفلة 11 سنة ولا 12 سنة طفلة في العشرينات من القرن العشرين معنا الدنيا ما زالت محافظة كذا ما كانتش هي تنجم تدير أملاكها تخرج تبيع وتشري وتحاسب شو مش معقول لازم راجل يقوم بها عائلتها كانت مقطوعة قاطعتهم عائلة أمها ما عندهاش فمشيت تتزوج عمرها 13 سنة تتزوج واحد سفاقسي قد ما لحلحت بها مش تقولي الاسم ما حبتش تقولي الاسم تزوجت والسيدة ذي بعد مدة كتبها في توكيل بيعيز التوكيل مش يتصرف الأرزاق ولا شيء بعد التوكيل هذاك بمدة معناها سلبها في ما وراها وما قدامها بالطبيعة لكن أكثر من هيك مش عاملة كلبة خايبة ياسر مش يتهمها بالأدلتير شوف حق ولا باطل أما على كل حال يتهمها بالأدلتير وقفها قدام القاضي وتحاكمت زكية المراكشي وكانت وقتها من العادات اللي كان الظلم اللي كان مسلط على النساء أنه كان الزوج هو يفطن بالأدلتير وهو يشكي الحكم القاضي يخيره احنا مش نحكم على كما قلوا عليها 3 سنين تحبهم في السجن ولا في ميزان كلوز حبتوها في سجن ولا في 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 مكان الدعارة فهو خير أن يحطها في ميزان كلوز حبتوها بالفعل في ميزان كلوز معنى أكثر حاجة أكثر شماتة نجم يعملها حتى في ميزان كلوز وقعدت هذيك مدة أشهر كيفاه؟ خرجها شخص فنان كبير فنان تونسي كبير وجماعته تو فنانين ولاد أخته لأن كل فنانين ولاد أخته هو دار زغندر هو خال ولاد زغندر كلهم اللي هو فنان كبير نسيتو تو اسمه طلقة أما هو خال دار زغندر خال سي فتح سي حبيب زغندر وسي فتح زغندر وجماعته خال ها؟ وناصر زغندر خاله فكان فنان مسرحي وكبير فكانوا يمشيوا للبلدان مش يمثلوا حاجه
كي يسألوا بكتعرف يبدو ديما يستحقوا نساء وجو حتى ساكن نساء قليل فيفرقت في بيون فقالوا له فما طفلة في المكان هذايا وكانت تتكلم تعرف تتكلم بالعربي بتقرا بالعربي بالسوري فمشي يشوف فيها يلقاها حكيت له حكايتها وكذا ما كانش ينجم يخرجها هكا عادي فكتب عليها صديق عقد عليها وخرجها ومثلت شويه معاه في سفيقس وفي بيرون بعد يجيبوها لتونس جاي لتونس يعني لتونس العاصمه ومن وقتها باش انطلق المشوار الطويل تاع السيده شافيه رشدي خذت اسم اختها شافيه ولقب رشدي تيمن بالسيده فاطمه رشدي اللي كانت ممثله مصريه كبيره تيمن بها ذات الاسم هذا وانطلقت السيده شافيه رشدي ولات لا غروند فيديت نانا اللي كانوا الناس تضرب فيها الاكثر كيفاه؟ شنو رجعت الفورتين نتاعها هي اغلى فنانه على الاطلاق كان يكون مقلده رب العالمين الا هي حتى كان ما يعادش شيء عرفت الدمار فهمت فكونت كونت وكانت كانت حافقه معناها تعرف تتصرف في ارزاقها حتى في اخر حياتها كانت عند الحمام كان يقطع عليا بنفسها معناها الحمام مشهور كذا عندها اراضي وعندها خير ماتت عبد الساعه 8 نختم على شافيه الطرفه على حكايه معناها ارزاقها كذا نختم على القابل ذيك كلها بطرفه ما في حياتها كيفاش انها كانت تعرف سجلت لها برشا سجلت لها تقريبا ست سوايع تسجيل عندي معاها كنت تعرف قيمة الفرنك معناها تعرف معناها قسيت عليهم وتعرف قبل اللي صار لها وعلى ذلك علاش كانت تكون كذا وان كان يقولوا فيها مولى يعني كانت تعاون كذا ذيك الطرفه سمو البكمي طرفه معناها مرتبطه ببلديه تونس سي زكريا بن مصر يحكي لي رئيس شيخ المدينه وقت رئيس بلديه تونس شيخ المدينه ربي يفرج عليه ان شاء الله يقول لي انه كتنحات مقبره سيدي عبد الرحمن اللي هي تو محطه الكرام تاع باب سعد وهي دارها مش بعيده في السنطري جات للشافيه جات قابلت شيخ المدينه الشيخ زكريا قالت له زكريا البقعه هذيك كان فيها وليه وصالحين وناس وموتى وكذا فوتوا لي فيها وهي ملك البلديه انتم رحيتوها فوتوا لي فيها وين نبني فيها الجامع من مالي الخاص قال عجبتني الفكره جبت له لي بلان وتمويلات من مالها الخاص الثرايات كمانديتها من اسبانيا وقيستان الزرابي كمانديتها في قروان غرزه معناها مش سانتيتيك الخراجه حسيت الامور كل شيء مريقل كل شيء اي في مجلس وزاري باعتبار شيخ المدينه كان يحضر في مجلس الوزراء وقتها قال المشروع جمله مشاريع بلديه تونس بالتعاون مع السيده شيخ رشدي حتى خارجين المجلس قال لي عيطت لي الوسيله قالوا سمعتني ما نكره شمعت لي مزاي هاك اللي بيها هاك اللي صفتها هاك اللي نعتها هاك اللي تفعل هاك اللي تترك بكلام خايب بالطبيعه تحب تبني جامع هاك اللي مزاي تبني لبعد ذا كذا حسن ولذا ما فماش بالطبيعه كان الماجد قالت هكا شكون نجم نقول مش طالب مني قداش لكن زاد الشيخ يتخوف قال لي سي زكريا وليت بين المطرقه والسنداء شنعمل؟ قال لي وليت قلت شافي تجيني ما تقبلش بالطبيعة ولا وسيلة حمشت مجموعة من الصحفيين نتاعها وخرجت في الصحافة من جد وقريناها وقتها العاهرة التي تريد كذا بالأموال دعارة ومن عشنوة هكا تكتب في الجرايد يحكي لي سي زكريا قال لي نهار أنا في البيرو في قصر بلديه في ساعة كرتاج وبيرو ساعة كرتاج الباب ما فيش بوانيي فيها زوز حلق نحاس الحلق فوق وفيه دو بوني معناها الحلق البوني فوق هكا لازم تكون تعرف باش تحل قال لي انا في البيرو ما نفط نتاعي مشي في زود متعلي قال انا ريت هكا لقيت نخرج تحت البيرو هكا شي فيها تضرب شي فيها تضرب تضرب ما كبر فيها انا حتى عاد هي تحكي لي بفمها مش قالوا لي نهار قلت لها نانا قالوا لي تضرب العواد جاي تبدا تغني طيح لها الميزان صرف قبل كف قدام الناس قالت لي بخلاف سيتشطى سي محمد التريكي الاخرين الكلهم اللي يدي من فوق والمدار من لوطه بما فيهم الدكتور نتاعكم قال على سي صالح المهدي بما فيهم الدكتور نتاعكم تحيا معناها ما كبر فينا حد عاد مجرم تحكي لي قالت لي لكم عوض جيه خلصي من فلوسي يديني اما نهار غني ونبدا نقصر في المالوف والزياده شيء حتى صوت وكذا قالت لي واحد متفرجين قعد شوش اكحرت له ما فيه شربت له ما فيه بعثت له شكون ما فيه حكته بدربوكا هيا الرجل خلص فلوسه.